السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعين قناة الأفاضل. راح أشرح لكم طريقة سريعة اليوم عن طريقة حجز موعد اللقاح، لقاح الكوفيد 19. طبعا الحجز يعني يكون عن طريقتين. الطريقة الأولى عن طريق برنامج حجز المواعيد العادي الطبيعي، مواعيد الأطباء اللي كنا نستخدمه. الطريقة الثانية عن طريق الإنبوز، اللي هي تدخل يعني يتم الدخول إليها عن طريق الإي دولة، بس بهاي الطريقة لازم تأخذ شفرة الإي دولة من البيتيتا، ومن ثم تعمل تسجيل وتنزل معلوماتك وإلى آخره. فراح أشرح الطريقة الأسهل والأبسط واللي فعالة أكثر، يعني الطريقة أسرع سهلة. أول شيء ندخل على البلاي ستور المتجر ونكتب بالبحث مهارسة، فطلع لنا هذا التطبيق اللي هو تطبيق تيجي صالك بك الله. لازم يكون إنه موثق من وزارة الصحة. أكو عدة تطبيقات وهمية، فهو هذا التطبيق الصح. بعد ما تنزلوه وتعملوا له فتح، حاليا فتحنا التطبيق، يطلب من عندنا تيجي كملك نمرة اللي هو رقم الكملك اللي يبدأ ب99، أو إذا كنت عندك جنسية تركية تكتب رقم الكملك التركي، إضافة إلى البارولا اللي هي الشفرة أو الرمز كلمة السر اللي موجودة عندكم. كل شخص إلى شفرة خاصة به، مثل ما شرحت بالفيديوهات السابقة، يعني إنه كل شخص تريد تحجز له موعد أو تريد تشوف معلوماته الطبية فلازم تسوي له حساب خاص به. فحاليا راح اسجل دخول. بعد ما انزل المعلومات 991 كذا كذا والشفرة، نضغط على هذا الخيار جريش ياب. مثل ما تشوفون حاليا سجلت للتطبيق، دخلت للتطبيق. حاليا عندنا عدة اختيارات، فالاختيار اللي نحن ندور عليه حاليا فقط حجز موعد للقاح، فنختار هذا. هو مبين اصلا من الايقونة مالته اشو رانديفوسو. بعدها عندنا اختيارين، هستانا رانديفوسو انه موعد من المشفى، عائلة هاكيم رانديفوسو تاخذوا موعد من المستوصف او العائلة، طبيب العائله القريب عليكم. فاني راح اختار حاليا المستشفى كوني انه موجود بيها. فبعدين يطلع لنا اختيارين، كونوماغورا او جنا الارمل. كونوماغورا على حسب الموقع اللي انتم بيه يطلع لكم اقرب مركز او اقرب مستشفى انه ينعمل فيها اللقاح، او جنا الارمل اللي هو بحث عام. فاني راح اختار الاختيار الاول اللي هو كونوماغورا على حسب الموقع اللي انا به. نختار الاختيار الاول كوفيد اوندوكوز اشو يقولما. الاختيار الثاني للي عمرهم فوق 75 سنة حتى يجوهم للبيت يسوون لهم لقاح ياخذوا موعد. راح اختار هذا اللقاح، الاختيار الاول العفو. بعدها يطلع لي اقرب مكان اللي موجود فيه اللقاح حاليا على حسب الموقع اللي انا بيه بلجيك دولة هستانسة، اقرب شي علي. مكتوب انه اقرب موعد 12/2/2021 الساعة 9 الصبح. تمام. طبعا اكو عدة عيادات وهي العيادات كلها خاصة باللقاح، فنختار يعني راح اختار اني اقرب شي يوم الجمعة 12/2، اختار مثلا الساعة 10:10. رانديفيو اونايلا يعني اكد الموعد، تأكيد الموعد هذا اللي بالاخضر بالاسفل، نضغط عليه. حاليا تم حجز الموعد وتم ارساله الى البريد الالكتروني الخاص بي اللي مسجل فيه بالتطبيق. تمام. هذه معلومات الموعد، الساعة 10:10، تاريخ 12/2. حاليا تم حجز الموعد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء في فيديو جديد آخر.